شنو عندي في الطابلو؟ عندي جوج ديال لي بار. بار الاولى فيها الفيرسيون ديال HTML والبار الثانيه فيها المتصفحات. اوكي، بالنسبه لينا حنايا هنايا شنو كيهمنا؟ كيهمنا بان كل فيرسيون ديال HTML هنايا، وكيف ما كنعرفوا بان HTML حتى هو راه كيتطور بحال اي لونغاج، بدينا بدي فيرسيون قدام ودابا حنا كنخدموا بالفيرجن رقم 5 ولا HTML 5. دونك بالنسبه لينا فيما غنبغيو ناكتيفي واحد المود بالنسبه لواحد الفيرسيون ديال HTML غنخدموا بواحد الدوك تايب. ولكن قبل ما نشوفوا هذا الدوك تايب كيفاش كتكتب، غنشوفوا هاد المودز كيفاش كيتاكتيفاو، وفي كل فيرسيون ديال HTML اشنو كيطرا لهاد المتصفحات. اشنو هما المتصفحات اللي عندنا هنايا؟ بعدا عندنا انترنت اكسبلور 6 ديال ويندوز، عندنا انترنت اكسبلور 5 ديال ماك، وعندنا نتسكيب 6. اوكي، غادي نشوفوا كيفاش غنحطوا هاد ستاندردز مود. نديرو تذكير، ستاندردز مود هو واحد المود اللي كيخليك ادابت السيت ديالك لفيرسيون رقم 4 ديال انترنت اكسبلور ونتسكيب. الكويكس مود هو واحد المود اللي كيخول لك بانك ادابت السيت ديالك للنافيغاتور فيرجن رقم 4 وحتى الانترنت اكسبلور 5. دونك غادي نشوفوا كيفاش هادشي غيتبوزيسيون او نيفو ديال هاد الطابلو. دونك شنو كيطرا الا ما كتبناش؟ غنمشيو حاله بحاله. الا ما كتبناش دوك تايب كاع، ما حطيناش ديك الباليز كاع، الا ما حطيناش ديك الطاغ في الفوق ديال HTML، سيت كيدوز كويكس مود. تبعوا معايا، وداكشي علاش قلت لكم راه الا ما دارش ديك الدوك تايب السيت ديالك كيدوز كويكس مود، يعني المتصفح كيرونديه بالكويكس مود، كيأكتيفيه اوتوماتيكمون بار ديفو، اللي كيعني بانه غيبدي ادابتيه لهاد لي نافيغاتور ولهاد المتصفحات القدام. دونك هذا في حد ذاته مشكله. بالنسبه للناس اللي كانوا في ذاك الوقت ما كيخدم مثلا ب HTML 3.2 وبغى ياكتيفي الكويكس مود، اوتوماتيكمون كيكتب واحد الدوك تايب. وغادي نشوفوا هاد لي دوك تايب بالوحده بالوحده. مثال واحد اخر، الا بغى واحد الشخص مثلا يخدم HTML 4.0 اي بغى يخدم بستاندردز مود اللي كتعني بانه بغى ادابتي السيت ديالو لفيرجن 4 ديال نتسكيب وانترنت اكسبلور، غادي يخدم بواحد الدوك تايب. غنشوفوا هاد الدوك تايب اللي غادي تابليكي لينا HTML 4.0 وتاكتيفي لينا في نفس الوقت هاد ستاندردز مود. هاد الباليز ها هي HTML 4.0 ستريكت، هي هادي. هاد الدوك تايب هي اللي خاصها تحط الا بغيتي تاكتيفي، الا بغيتي تاكتيفي ستريكت مود اي اون ميم طون ولا في نفس الوقت بغيتي تخدم بال HTML 4.0. دونك بالنسبه لينا هاد الطابلو وهاد الطابلو تقريبا كيكملوا بعضياتهم. مثلا كاينه حاله واحده اخرى، الا بغيتي تخدم بال XHTML 1.0 وحطيتي هاد الدوك تايب، XHTML كتعني بان الكود HTML ديالك غادي يكون كونفورم ل XML. المهم ما تهمناش هادشي كامل، لان هاد الفيرجن كاملين اللي كاينين هنا ما غاديش نخدموا بهم. حالات قليله فين غادي تحتاج تخدم بهاد التاكس اللي كاينين هنا ولا هاد الدوك تايبس اللي كاينين هنا، الا طحتي في واحد الكا اكستريم ديال باغي تادابتي لي نافيغاتور كاملين متصفحات القدام. وما كنظنش بان الناس دابا خدامين بمتصفحات القدام، مي هادي واحد الكليه قليله. مي اللي بغينا نوصلو هنايا اوتوماتيكمون، راه الا ما درتيش داك الدوك تايب وما كتبتيهاش، راه كدوز داك الكويكس مود والمتصفح كيولي كيحاول يادابتي السيت ديالك المتصفحات قدام. الا ما كانش الغرض ديالك بهاد المتصفحات ادابط عليهم، دونك اوتوماتيكمون خاصك تحدد واحد الدوك تايب اللي كتهمنا حنايا. يعني للتذكير هنايا هو بان الدوك تايب اشنو كدير؟ كتاكتيفي واحد المود وكتحدد الفيرسيون ديال HTML اللي انت باغي تخدم بها. اوكي، هادشي تفهمنا عليه. ولا ما كتبتيهاش كاع، راه كتاكتيفي الكويكس مود وكتحاول تادابط السيت ديالك لفيرسيون القدام. هذا هو بيت القصيد. لحد الان شفنا جوج ديال المودز اللي كنقدروا ناكتيفيوهم بهذيك الدوك تايب، ولكن هذوك لي دوك تايبس كيف ما قلت لكم اوت ديتد قدام، اي بالنسبه لك تي باغي تفاليدي السيت ديالك دي نافيغاتور قدام. حنا في الغالب ما غنطيحوش في هذا الكا. كيهمنا المود الثالث، المود الثالث اللي هو الفول ستاندر مود اللي تا هو حطاتو دبليو 3 سي. هذا الفول ستاندر مود اللي كيحاول يتادابط specs ولا specifications ولا القواعد اللي حطاهم W3C ديال HTML و CSS. اي سيرتو حنا الى هضرنا على HTML غنهضروا على HTML 5. دونك غادي يحاول يتادابط ل HTML 5 وغادي يخدم بالفول ستاندرد مود تقريبا باش يتادابط مع لي نافيغاتور الجداد كاملين.
وهذه غتقدر حتى الفول ستاندرد مود كيقدر يخدم حتى في انترنت اكسبلور 6. يعني بالنسبه كاع لي فيرسيون جداد اما كنقولش لكم غير لي فيرسيون جداد مثلا فايرفوكس الاخر وكروم الاخر نو دابا حتى على انترنت اكسبلور 8 انترنت اكسبلور 9 تقريبا هادو حتى هما كيتعتبروا كيتاكتيف فيهم الا خدمنا بالفول ستاندرد مود ما غادي يطرى لينا حتى شي مشكله. دونك هاد الفول ستاندرد مود باش كنخدموا كنكتبوا الدوك تايب ديالنا بهذه الطريقه وماشي بحال هادوك الطرق القديم اللي وريتكم. نرجعوا شويه في السلايد ديالنا ما غنكتبوش الدوك تايب ديالنا بهذه الطرق لان حنا ما كيهمناش هاد الفيرجنز كاملين وما كيهمنا لا كويرك مود لا اولموست ستاندرد مود. اللي كيهمنا هو هاد الفول ستاندرد مود لانه هو اللي غيحاول يادابتي لينا السيت ديالنا للاشتعمال 5 وهو اللي ريكوموندي وهو اللي غيحاول يتادابتا للسبيسيفيكاسيون ولا سبيكس ديال W3C اللي كيخصو لي نافيغاتور جداد كاملين. وفيما غادي نقدروا نزيدو حتى الكود HTML 5 او نيفو ديال لاباج ديالنا وغادي يطروند علينا بلا حتى شي مشاكل. دونك بيت القصيد هنايا شنو طرا بان قلت لكم هذا الدوك تايب ونرجعوا كاع في الكلولة بانها كتخول لك من كتكتبها بهذه الطريقه ما تطيحش في الكويركس مود ما تاكتيفيش الHTML ديالك كوم كوا يدوز في واحد المود اللي هو كويركس. هاد الكويركس مود كيف ما قلنا غادي ادابتي السيت ديالك لي فيرسيون القدام ديال لي نافيغاتور. دونك هاد الفول ستاندرد مود هو اللي غادي نخدمو به ديما وهاد الدوك تايب مكتوبه بهذه الطريقه تقريبا هي اللي غادي نخدمو بها. كاينه كا اللي هي قليله واللي هي واحد النسبه ضئيله بزاف الا كنتي باغي تادابتي السيت ديالك لدي نافيغاتور اللي قدام بزاف وما كنظنش بان شي واحد غادي يطيح في هذاك. هنا غادي نكونوا لخصنا الدوك تايب الدور ديالها. كخلاصه هنا غادي نكونوا حددنا الدوك تايب للصالح. اولا كتحدد لنا الفيرسون ديال HTML اللي بغينا نخدمو بها اللي كيحدد النوع ديال لي تاغز اللي غادي يكونوا او نيفو ديال لي باج HTML ديالنا. وثانيا كتحدد المود اللي المتصفح غادي يتعامل معاه في هذا الكا الفول ستاندرد مود.